أوقفكم تبعي وتبعت قناة شفتي منطقكم على اليوم فهاد بك مباشر نكون اليوم أمام الجامعة الحضرية في كناجي كما كنشاهدوا مع المتابعين. هذه مجموعة ديال الساكنة ديال دوار صحة التعاونة كما كنشاهدوا مع المتابعين الأفاضل. اليوم كيتابعوا بالكهرباء كيقولوا حنا مخلصين الضوء، ولكن مع الأسف أن الشركة ديال المعنية اللي هي الشركة اللي معروفة هنا عندهم في بوكناجي ما قطع لهم الضوء، كيعرفوا الأسباب ومشاو مع المسؤولين ما سمع لهم حتى شي واحد. اليوم وقفة احتجاجية كما كنشاهدوا معنا، رافعين جايبين كلهم، جايبين ولادهم، جايبين العائلة ديالهم أمام جماعة بوكناجي عفوا كما كنشاهدوا مع المتابعين. غادي نبداو بأول السيدة اللي هي مناضلة وكانت اليوم كتسمع لكم الله ومرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر. وين الواقع؟ صوت الشركة لله. مرحبا بك معنا، مرحبا لله، هذا واجب بين الاسواق على الله. دوار الله يخليك، شحال من دوار كنقطع عليه؟ أربعة غادي دواور دور هادو ديال المسؤول. واش مشيتوا عند حاولتوا انكم تكونوا شي مسؤول؟ مشينا للاداره بدون ذكر الاسماء الله يخليك. مشينا خلينا لينا اداره اللي ما بقيناش فيها، باش تكون عندنا. شنو كيردوا عليكم؟ كيقول لك انا ما كيخش عندنا شي مدير ولا شي مسؤول كبير، ما كيخش عندنا شي رئيس كبير، ما كيخش عندنا شي واحد اللي غادي يكون لينا غير انا ما عندي المنديل لكم. عاش الملك، هذا الشيء راه ما بقاش بين الطرفين. المشكل الواقع علاش؟ واش على السبب الاسباب الانقطاع؟ ما عرفتش علاش شنو السبب ديالو؟ السبب ديالو؟ ديال الانقطاع ديال الكهرباء. لا ما عرفناش لينا حنا كاع المشكل، الناس دابا قطعوا عليهم الضو حاليا وجاتهم الورقه ديال الضو، جا عليهم السيد ورقه ديال الضو في راس، لو قطعوا علينا وما جاوش. باش حنا غنعرفوا شي سبب غير باش يقنعنا المدير ولا شي واحد اللي غنقول لنا
خلينا انا خاصني نشوفكم انا علي مراتي الناسات مشينا الناسات يومين وحنا قدام الباب ما كاينش المدير اللي غيخرج يعطينا الحل الاخر ما كاينش حنا ضرينا بزاف حنا ضرينا بزاف اخر العام هذا فيه هو ولده ولا بنته تحفظ على الشمعه وتحرك فيه شويه دم الاسلام رحنا اسلام رحنا خوت في الاسلام يتحرك فيه الى ما حش فينا حنا الناس كيعانيو من مشكل ديال الكهرباء اللي مقطع لهم كيقولوا كيطلبوا من المسؤولين انهم يدخلوا المصايب كنشوفوا على العيد المسؤولين ولكن الباب ديالهم مسؤول علينا ما عرفناش اش السبب حنا خاصين الدو ديالنا خاصين كل شيء ولكن مع الاسف انه ما بغاش يكون الدو ايام الامتحان في بلادنا كيدوزوهم لكن مع الاسف ان بلادنا كيدوزو في الجماع ولا المسؤولين كيدوزوهم